مصنع بجودة اروح له مرة ليه، حتى كل شهر اروح له، كل شهرين، كل 3 مرة، بلجنة كاملة من كل الجهات لقت المصنع كويس تقول له شد حيلك، ربنا يبارك فيك، يشدوا على ايده يساعدوه، عايز مننا اي حاجة اتفضل اشتغل وكمل شغلك، واحنا وراك واحنا معاك. احنا ما مش لازم نبقى ضد المصنع ده، احنا معاه ولازم نساعده. طب لقينا عنده مشكلة في اي جهة ما، مش هشاور على حاجة معينة، في اي جهة ما مش موفق اوضاعه في حتة معينة او مش مكمل اشتراطاته في حتة معينة، هنقول له، هنكتب له محضر ونقول له محضر، مش محضر يعني محضر عشان نودي الاسم، لا، هكتب له محضر بالملاحظات اللي موجودة عنده، اقول له عندك 1 2 3 4 5، الملاحظات دي لو سمحت من فضلك هجيلك الشهر الجاي الاقيك خلصتها. طب ليتك خلصتها؟ شكرا، هشكرك واديك شهادة تقدير كمان. طب لو ليتك ما خلصتهاش هديك لحد 3 شهور تخلصها وهساعدك انك تخلصها. ما ممكن واحد يجي استاذ يقول لك ايه ده غلط، طب ماشي يا عم ده غلط، طب ايه الصح؟ طب قول لي ايه الصح؟ ايوه صحيح. فانا هشرح له ايه الصح، هفهمه ايه الصح، ايه اللي مطلوب منه. ما انت ممكن تروح تقول له انت مصنعك ده كذا كذا اقفل. طب يا عم انت بفهمه الاول انت عايز منه ايه وايه الاشتراطات الصح عشان الراجل يعملها. صحيح. فالكلام ده هيتم. طب بعد 3 شهور ما عملش الكلام ده بقى بعد ما طولنا بالنا عليه ولقيته عامل حاجه ما هياش تؤدي الى مشكله، يعني ما عندوش حاجه تخلي المصنع يولع تاني يوم، ما عندوش حاجه تخلي المصنع يبقى ضد البيئه ويعمل حاجه ملوثه و ويعمل لنا مشاكل، هديله 3 شهور تانيين بس هديله غرامه. طب بعد 3 شهور التانيين ما عملش بقى، هتيجي اللجنه تشتكي لي تقول يا فندم احنا ادينا للراجل ده 3 شهور، ادينا له 3 شهور تانيين بغرامه ورغم كده مش ملتزم. انا هطلع له بقى بنفسي، هطلع له بنفسي وهجيب هجيب صاحب المصنع الاصلي، ولو لقيته مش فعلا مش ملتزم انا اللي هدي له قرار الغلق وانا واقف، وهستاذن من دوله رئيس الوزراء، وهبقى انا وانا في اتفاق او في توجيه من رئيس الوزراء ان انا اعرض عليه اقول له يا فندم المصنع ده احنا خدنا معاه كل الاجراءات وساعدناه وعملنا 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 وما التزمش، بالتالي انا هغلقه. هيقول له اغلقه ده خلاص، احنا يعني توافقنا على على الـ على الـ على هذا الموضوع. بعد كده قعدت مع كل المستثمرين الوقت، انا بقعد النهارده مثلا، النهارده كان عندي لقاء مع كل المستثمرين وغرفتين، غرفه صناعه السيراميك وغرفه صناعه السيارات، جبت كل مصنعين السيارات وكل مصنعين السيراميك، ومعايا مش انا لوحدي ولا وزاره الصناعه الواحده، ومعايا كل المجموعه الوزاريه للتنميه الصناعيه موجودين كلهم جنبي، معالي وزيره التخطيط والتعاون الدولي، وزير الاسكان، وزير الانتاج الحربي، وزير قطاع الاعمال، وزير البترول عشان الحاجات بتاعه الغاز والبترول والمازوت، وزير الكهرباء، وزير الماليه، كل الوزراء اللي موجودين معايا في التنميه الصناعيه، وزير الاستثمار والتجاره الخارجيه، كل الوزراء دي التنميه المحليه كلهم موجودين معايا علشان نحل مشاكل المستثمرين في الغرفتين دول. احنا خدنا لحد دلوقتي الادويه، النهارده السيراميك والسيارات، الاسبوع اللي جاي ان شاء الله ناخد الملابس الجاهزه، كل اسبوع هنقعد مع غرفه ونطلع نمر عليهم على الارض ونقدم لهم المساعده والمعاونه علشان يستمروا عشان نحل كل مشاكلهم. طب هم المستثمرين لهم مطالب؟ طبعا. طب هم مطالبهم فيها جزء كبير وانا اللي بقول لحضرتك اهو عادل ولهم حق فيه؟ ايوه. طب ما اتحلتش قبل كده ليه؟ في حاجات اتحلت وفي حاجات والله بتاخد وقت، وفي حاجات جايز ما كانش فيه توجه شديد ان لازم نقوم بالصناعه ولازم نحل لهم كل مشاكلهم، ولكن النهارده بقى في توجه لدى الدوله وفي اقتناع لدى كل اجهزه الدوله وتوجيه من رئيس الدوله ان مستقبلنا في الصناعه. مستقبلنا في الصناعه. صحيح. لازم الصناعه تقوم في مصر، هنشغل ناس، هنقلل الفجوه ما بين الاستيراد واحتياجاتنا والتصدير والاستيراد والتصدير، زي ما قلنا بقى قبل كده هنوفر الدولار نتيجه ان انا اقلل او ارشد استيراد المواد والخامات الاوليه او حتى المنتج التام الصنع، او ابدا اصدر واجيب دولار. صحيح. كل ده يا استاذ نشأت ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقنا، وفي الفتره اللي جايه نقدر نساعد كل مصانعنا وكل شركاتنا وكل مستثمرينا و